بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا دلوقتي نتكلم عن يونت 2 نيوكلير بيولوجي. نتكلم فيه عن الشابتر الثاني بعنوان نيوكليك اسيدز اند بروتين سينس، او الاحماض النوويه وتخليق البروتين. اول درس فيها عندنا بعنوان ستراكشر اند سينسز اوف بروتين، اللي هو تركيب وتخليق البروتين. البروتينات اللي موجوده في ليفنج اورجانيزم تبقى نوعين، يا اما بروتينات تركيبيه بعنوان ستراكشر البروتين، او بروتينات تنظيميه زي بعنوان ريجوليتوري بروتين. بنشوف الاول ستراكشر البروتين. البروتينات التركيبيه هي اللي بتكون البيلدينج ماتيريال، ماده البناء. يعني ايه ماده البناء؟ يعني مثلا عندنا الفايبرس بروتين، البروتينات اللي هي الالياف زي الاكتين والميوسين بيكونوا المصل. يعني المصل فيها دلوقتي ايه؟ مصنوعه من ايه او مبنيه من ايه، او البيلدينج ماتيريال فيها هي ايه؟ الاكتين والميوسين. طب دي سهله. حاجه تانية خدنا الكولاجين. الكولاجين ده بيكون حاجه اسمها ايه؟ الليجامنتس، الاربطه. احنا خدنا الاربطه. الاربطه مصنوعه من ايه؟ من بروتين تركيبي اسمه كولاجين. طيب في حاجه تانية البروتكتيف كفرنج، اللي هي البروتكتيف كفرنج اللي هي الاغطيه اللي بتحمي جسم الانسان او الواقيه، زي الايه؟ السكن، الهير، الكلاو، الهورنس، الفيزر والنيلز. كل ده مصنوع من ايه؟ من كيراتين. يبقى البروتينات التركيبيه عندنا اكتين وميوسين، عندنا كولاجين، عندنا كيراتين. طيب نروح بقى نشوف الريجوليتوري بروتين اللي هي البروتينات التنظيميه. قال لك دي بتظبط فيريس بروسيس اند اكتيفيتي، يعني عمليات ونشاطات حيويه كتير. زي ايه؟ زي مثلا الانزيمز، الانزيمات بتعمل ايه في كيميكال رياكشن؟ الانزيم معروف انه بيسرع الكيميكال رياكشن، اكسلريت او اكتيفيت الكيميكال رياكشن، دي فانكشن. اذا ده بينظم فانكشن معينه او بيعمل وظيفه معينه. طيب ايه تاني؟ الانتي بودي، الاجسام المضاده. الاجسام المضاده زي اللي هو اي جي ام واي وجي واي ودي. الاجسام المضاده كلها دي بتهاجم، دي لها دور مناعي، بتهاجم الميكروبات. اذا دي تعتبر وظيفه. اذا ريجوليت البروتين. ثالث حاجه الهرمونات. الهرمونات تقدر تستجيب للايه؟ التغير الداخلي او الخارجي، البيئه الداخليه او الخارجيه. زي ايه؟ البيئه الداخليه مثلا السكر قل، الهرمون بيطلع يعمل فيه ايه؟ بيزوده. السكر زاد، هرمون تاني يطلع يعمل فيه ايه؟ يقلله. يبقى دي استجابات داخليه. استجابات خارجيه مثلا زي ايه؟ زي مثلا انت حاسس بالخوف، تحس بالخوف بتلاقي هرمون عشان تواجه الخوف اللي جالك ده الخارجي، ده مصدر خارجي، تلاقي هرمون زي الادرينالين مثلا بيطلع عشان يستجيب للامرجنس سيتويشن اللي انت فيه. طيب اذا البروتينات التنظيميه او ريجوليتوري بروتين هم انزيمز وانتي بودي وهرمون. خد بالك ان ممكن ما يجيبلكش الكلمات دي صريحه، يعني مثلا بدل ما يجيب لك انزيم وانتي بودي وهرمون يجيب لك مثلا كولينستريز، ده انزيم، اي جي ام ده انتي بودي، مثلا سيروكسين ده هرمون. يبقى انا بعرف ان دول كلهم ريجوليتوري بروتينز. هنروح لجزئيه ثانيه، عنوان ثاني هو ستراكشر اوف بروتين اند امينو اسيد، تركيب البروتينات والامينو اسيد. طبعا احنا عارفين ان البروتينات فيها 20 نوع من الامينو اسيد، 20 نوع من الامينو اسيد. طيب عايزين نشوف تركيب الاول الامينو اسيد. اي امينو اسيد زي اللي قدامنا ده اهو، بيكون فيه كربون كده بنسموها الفا، حواليها اربع مجموعات مختلفه. حواليها هيدروجين اتوم، كربوكسيل جروب اللي هي سي او اتش، امينو جروب اللي هي ان اتش 2، والكايل اللي هي او راديكال اللي هي الار جروب، والايه؟ والهيدروجين اتوم. تمام، دول اربع مجموعات مختلفين، الهيدروجين اتوم وكربوكسيل جروب وامينو جروب وار جروب او اتش وسي او او اتش وان اتش 2 والار. المجموعه اللي بتختلف بقى من ال 20 امينو اسيد دي هي الار. فالار دي ممكن مثلا تبقى في امينو اسيد سي اتش 3، وممكن في واحد ثاني تبقى سي اتش 2 سي اتش 3 مثلا، او سي اتش 3 سي اتش 2، وممكن يكون فيها اس، ممكن يكون فيها ان. هي دي اللي بتتغير في ال 20 امينو اسيد. كل الامينو اسيد بيكون لي فيها نفس التركيب ده، ما عدا امينو اسيد واحد اللي هو مين؟ اسمه الجلايسين. ماله الجلايسين بقى؟ في كربون اهي فيها اتش، نفس الكلام، ما فوق اتش اهي فيها سي او اتش، ما هي فوق اهي فيها ان اتش 2 اهي. بس لاحظوا بقى ان ما فيهاش ار جروب، لازم ناخد بالنا ان هنا نو ار جروب، ما فيش ار، في مكانها هي اتش بس. عنده كده كام اتش؟ عنده 2 هيدروجين اتوم. فهتلاقي حتى كاتب لك ان كل ال 20 امينو اسيد اهم هاف ذا سيم بيزك ستراكشر. ازاي؟ ان الفا كربون اتوم جويند ويز كربوكسيل جروب سي او اتش، وامينو جروب ان اتش 2، وهيدروجين اتوم، وان الكايل جروب ار، اللي بتختلف من وان امينو اسيد تو انذر. يبقى اللي بتختلف هي مين؟ الار. طيب اكسبت الجلايسين ويتش هاز انذر هيدروجين اتوم انستيد اوف مين؟ ار. يبقى بتلاقي عنده 2 هيدروجين اتوم وما عندوش ار. طيب حاجه كمان، انه ال 20 نوع من الامينو اسيد دول بيكونوا مع بعض سلسله طويله قوي اسمها بولي بيبتايد. ليه؟ هنعرف دلوقتي اهو ال 20 نوع من الامينو اسيد بيكونوا لينير اهو، ان برانشد يعني غير متفرعه، ولينير خطيه، بوليمر تشين، سلسله من البولي بيبتايد دي بيسموها ايه؟ بولي بيبتايد او بوليمر. تمام؟ طيب ليه سموها بولي بيبتايد؟ لان عندك كل اثنين امينو اسيد بيمسكوا مع بعض بنوع بوند اسمها بيبتايد بوند. اسمها ايه؟ بيبتايد بوند. ففي السؤال ده انت عندك بيبتايد وبيبتايد وبيبتايد وبيبتايد، ميني بيبتايد، فبيسموها بولي بيبتايد تشين. طيب
اهو الامينو اسيد جوينت توجذر باي بيبتايد بوند، تيجي كتير في الامتحانات. طيب ازاي بقى بتتكون البيبتايد بوند؟ قال لك في تفاعل اسمه دي هيدريشن رياكشن. الحقيقه دي هيدريشن رياكشن ليه شرح، بس هنشرحه كده، هو ليك ومش عليك، بس عشان تفهم يعني ايه دي هيدريشن رياكشن. درستوها في الكيمستري، اللي هو تفاعل نزع الماء. نحاول نشرحها بسرعه كده اهو. لو فرضت مثلا انا عندي امينو اسيد معين كربون كده، وهنا سي او او اتش، وهنا مثلا ان اتش 2، وهنا ار، وهنا اتش، وامينو اسيد تاني اهو مثلا هنا ان اتش 2، وهنا سي او او اتش، وهنا ار داش، وهنا مثلا اتش. ده امينو اسيد. طبعا المجموعات مش فارقه سي او اتش فين ولا ان اتش 2 فين، اي حاجه يعني. طيب ايه اللي هيحصل بقى؟ ازاي الاثنين دول بيتلحموا ببعض ويكون بيبتاد بوند منهم؟ الاو اتش من هنا مع الاتش الثانيه دي يخرجوا في شكل ووتر، يخرج ميه اهو. طيب اتبقى ايه؟ اتبقى هنا سي ماسكه فوق في ان اتش 2، وتحت ماسكه في اتش، وهنا ماسكه في ار، مع السي اللي هي بتكتب بقى دبل بوند او كده، ما بتكتبش سي، بتكتب سي دبل بوند او. طيب الناحيه الثانيه بقى ايه بقى عشان نلحمهم في بعض؟ سي فوق هنا سي او او اتش، وهنا ار داش، وهنا اتش. هنا بقى تبقى ايه؟ ان، بس معاها ايه؟ بدل 2 اتش يبقى معاها اتش واحده اهو، تروح الان دي ماسكه في السي. البوند دي بقى هي دي اللي اسمها بيبتايد بوند، والتفاعل ده عشان خرج فيه ميه بيسموه دي هايدريشن رياكشن، تفاعل نزع الماء. تمام كده هنفهم يعني ايه ده هايدريشن اكشن، ومش عليك التفاعل ده. التفاعل ده بس عشان ايه؟ تفهم ازاي تكونت البيبتايد بوند. طيب بيقول لك بقى ان البروتينات دي بتختلف عن بعضيها، بيقول لك difference between protein are due to. يعني ايه؟ ممكن يجي لك سؤال explain البروتين differs from each other although the similarity of their building unit. يعني ايه السؤال ده؟ يعني البروتينات بتختلف مع بعضها بالرغم ان كلها عباره عن امينو اسيد. ليه بقى؟ لان البروتينات بتختلف اول حاجه في النمبر بتاع الامينو اسيد، ايه تاني؟ في الكايند بتاع الامينو اسيد، في الارينجمنت. اشرح لي النمبر ازاي؟ يعني اكيد لو في بروتين فيه 3 امينو اسيد غير البروتين اللي فيه 4، يبقى كده النمبر بيفرق. طيب الكايند ازاي؟ لو عندك بروتين مثلا فيه 3 امينو اسيد بس، واحد اسمه جلايسين والتاني اسمه فالين والتالت اسمه سيرين، اكيد ده غير لو واحد تاني اهو 3 امينو اسيد بس، سيرين، سيريونين، فينايل الانين، يبقى الانواع اللي هنا غير الانواع اللي هنا مثلا. تمام؟ يبقى الكايند بيفرق. الترتيب يعني ممكن يكون ايه؟ نفس الجلايسين فالين سيرين بس ترتيبهم مختلف، يعني مثلا فالين جلايسين سيرين كده. تمام؟ فيبقى الترتيب نفس العدد ونفس النوع بس الترتيب مختلف، يبقى بيفرق في النمبر والكايند والارينجمنت بتاع الامينو اسيد بيفرق. ايه النمبر اوف بوليمر؟ ممكن يكون البروتين عندك بيتكون من سلسله واحده، واحد تاني بيتكون من ايه؟ من سلسلتين، يبقى النمبر اوف بوليمر. ثالث حاجه الويك هيدروجين بوند اللي بتدي له السبيشال شيب. يعني ايه بقى؟ ونخلي بالنا ان كده البروتين فيه الامينو اسيد بتمسك مع بعض بيبتايد بوند، وفي كمان حاجه بتحدد شكل البروتين اسمها الهيدروجين بوند. ازاي بقى؟ مثلا عندك بروتين يعني كمثال كده تبسيطي، مثلا ممكن البروتين الشكل ده ليه؟ عشان فيه هيدروجين بوند اتكونت كده، خلت البروتين ده ياخد الشكل ده. ممكن واحد تاني يبقى شكله مثلا حاجه تانيه. ايه اللي خلى شكل البروتين ده كده والشكل ده كده؟ ان في هيدروجين بوند خلت البروتين ده ياخد شكل معين. فمين اللي فخلى طبعا البروتين ده غير ده؟ يبقى الويك هيدروجين بوند اللي بتدي له سبيسيفيك شيب او سبيشال شيب. اتنين لي نقطه ثانيه، رايبو نيوكليك اسيد او الار ان اي. طيب هل في تشابه بين الدي ان اي والار ان اي؟ في تشابه، ان الدي ان اي والار ان اي الاثنين لونج موليكيول، يبقى جزيئات طويله، اند برانشد يعني غير متفرعه. ثالث حاجه ماكرو موليكيول، جزيئات كبيرة، جزيئات كبيرة. طيب نشوف ايه كمان؟ انه الدي ان ايه والار ان ايه معمولين من نيوكليوتايدز. الدي ان ايه فيه نيوكليوتايد والار ان ايه فيه نيوكليوتايد زي ما هنشوف بعد شوية. طيب النيوكليوتايد دي عبارة عن ايه؟ خدنا في الدي ان ايه انها بتتكون من شوجر ونيتروجين بيز وفوسفيت جروب، يعني في شوجر فوسفيت باك بون برضه، مفيش مشكلة. كده عرفنا ان في تشابه بسيط بين الدي ان ايه والار ان ايه. ترى بقى ايه الاختلافات؟ الدي ان ايه اسمه ايه؟ ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد، ديوكسي رايبو نيوكليك اسيد، لانه في نوع شوجر اسمه ديوكسي رايبوز زي ما هنشوف دلوقتي. الار ان ايه اسمه رايبو نيوكليك اسيد، ليه؟ لانه في نوع شوجر اسمه رايبوز شوجر. دلوقتي نشوف الدي ان ايه موجود فين؟ الدي ان ايه معروف انه موجود في النيوكليس.
طيب والار ان ايه؟ الار ان ايه بقى منتشر شويه، فموجود شويه في النيوكليس، موجود في السيتوبلازم، موجود في الريبوزوم، موجود في كذا مكان. طيب نوع الشغل في الدي ان ايه؟ ده دي اوكس ريبوز، ونوع الشغل في الار ان ايه ريبوز. تعال نشوف الار ان ايه الاول. ليه سموه ده ريبوز؟ عشان هنا طبعا دي اكسجينه بس مش مرسومه، يعني هنا بيكون الكربون رقم 2 فيها او اتش، ورقم 3 برده فيها او اتش، فسموه ده ريبوز اهو. الناحيه بقى الثانيه بقى في الدي ان ايه نفس الشجر بس مع اختلاف انه الكربون رقم 2 هنا مش شبه الريبوز بس ناقصه او، فسموه ايه؟ هو ريبوز شجر بس ناقص او، فسموه دي اوكسي ريبوز، يعني اللي الريبوز اللي ناقص اكسجينه. تمام؟ فين؟ في الكربون رقم 2. فتبقى فاهم ان الريبوز بيحتوي على 2 او اتش في 2 و3، الدي ان ايه بيحتوي على رقم 2 فيها اتش بس، و3 هي اللي فيها او اتش، ف2 ناقصه اكسجينه في الكربون رقم 2. دي بتيجي في الاسئله. طيب الدي ان ايه دايما دبل ستراند، يوجوالي دبل ستراند. كلمه يوجوالي بتقول لك ان ممكن تلاقي دي ان ايه سنجل، لكن هو يوجوالي ايه دبل. هنا الار ان ايه يوجوالي سنجل ستراند، وده بياكد لك برضو ان ممكن الاقي ار ان ايه بس دبل، لكن ده يوجوالي دبل وده يوجوالي ايه سنجل. الدي ان ايه فيه الحروف ادينين جوانين سيتوزين وسيمين، اللي هم الاي والتي والسي والجي، ممكن تكتبهم كده. الار ان ايه بقى فيه اي ويو وسي وجي، فما عندوش تي، عنده مكانها ايه؟ يو. فقال لك اهو ادينين جوانين سيتوزين وايه؟ ركز هنا يوراسيل، هنا في سيمين. طيب يعني افهم من كده انه التي بتمسك مع الاي، او الاي بتمسك مع مين؟ مع التي. تمام؟ اما هنا الاي هتمسك مع مين؟ تمسك مع اليو. تمام؟ هنا الاي تمسك مع التي، هنا الاي تمسك مع اليو. طيب وظيفه الدي ان ايه؟ الدي ان ايه ليه وظيفتين، يا اما بيعمل بروتين يا اما بيعمل ار ان ايه. يبقى الدي ان ايه بقى ليه وظيفتين، بيعمل بروتين او بيعمل ار ان ايه. الار ان ايه هو ار ان ايه، فيبقى اكيد وظيفته ان هو بيعمل مين؟ بروتين بس. طيب الدي ان ايه خدناه قبل كده ان هو كونستانت، وانس ميد بيبقى ستيبل، خدناها في اول الدي ان ايه ان هو دايما ثابت ما بيتكسرش كله، لكن ممكن يتعرض للدمج طبعا. الار ان ايه لا، ده بيتكسر كله، ديسترويد اند ريفورمد. ديسترويد وريفورمد يعني بيتكسر ويتكون تاني، او ميد وديسترويد يعني اتصنع ويفضل يتكسر. الدي ان ايه هو نوع واحد بس، اما الار ان ايه ثلاث انواع، ام ار ان ايه وتي ار ان ايه وار ار ان ايه. بعد كده ممكن نقولهم ميرنا وتيرنا وريرنا للتسهيل، يعني ام ار ان ايه وتي ار ان ايه وار ار ان ايه، دي انواع الار ان ايه. نيجي لجزئيه ثانيه، احنا دلوقتي عايزين نشوف الثلاث انواع من الار ان ايه ازاي بيشاركوا في تصنيع البروتين. بس قبل ما نفهم دي لازم نفهم احنا عايزين نعمل ايه في الشابتر ده. في دايره مهمه جدا جدا هتلخص لنا كل اللي جاي ده، نشوفها مع بعض. مبدئيا لازم نفهم احنا عايزين نعمل ايه. الخليه بتاعتنا هنمثلها بالدايره دي، دي السيل، واي سيل بيكون جوه منها دايره من جوه اسمها نيوكليس، وجوه منها دايره ثانيه اسمها نيوكليولس. طيب يبقى دي مين؟ دي السيل. طب الدايره اللي جوه دي او اللي بره ده كله جوه منها ايه؟ بيحتوي طبعا على سايتو لازم الاول، الفراغ ده كله اسمه سايتو بلازم، كل الفراغ ده. طيب الدايره دي اسمها ايه؟ دي اسمها نيوكليس. طب الدايره اللي جوه دي اسمها ايه؟ نيوكليولس. طيب اول معلومه نعرفها ان الدي ان ايه موجود جوه النيوكليس. الدي ان ايه موجود جوه النيوكليس، ادي الدي ان ايه اهو. بيبتدي الدي ان ده اهو، احنا قلنا وظيفه الدي ان بيعمل ار ان ايه وبروتين، ازاي بقى هيصنع الار ان ايه بانواعه؟ هيصنع الام ار ان ايه، ويصنع التي ار ان ايه، ويصنع الار ار ان ايه. يبقى الدي ان ايه بيصنع الثلاث انواع من الار ان ايه، ام ار ان ايه وتي ار ان ايه وار ار ان ايه. طيب الام ار ان ايه والتي ار ان ايه الاثنين دول بيخرجوا بره، يبقى صنعوا في النيوكليس ويخرجوا بره الاثنين دول. ادي الام ار ان ايه اهو، وكمان هيطلع مع مين؟ التي ار ان ايه اهو، هنرسمه زي الشوكه كده تي ار ان ايه. طبعا ممكن يكون في كذا تي ار ان ايه منه، يعني ممكن ارسم كذا شوكه كده، ده تي ار ان ايه. طب مين اللي ما اتكلمش عنه لسه؟ الار ار ان ايه. ده ايه اللي بيحصل له بقى؟ ده في منه اربع انواع. في كام نوع؟ في يعني نركز مع بعض كده انه في ار ار ان ايه 1 و2 و3 و4، دول كلهم بيخشوا جوه النيوكليولس، يبقى الام ار ان ايه والتي ار ان ايه خرجوا بره، لكن الار ار ان ايه لا، ده الاربع انواع بتوعه كلهم دخلوا جوه النيوكليولس. طيب في البروتينات كلها بتتصنع بره في السيتوبلازم، ففي 70 نوع من البروتينات دي او من البولي بيبتايد، 70 نوع من البولي بيبتايدز، 70 نوع كلهم دخلوا جوه النيوكليولس. ادي ال 70 نوع هيتقابلوا مع الاربع انواع من الار ان اي وصنعوا لي سمول ريبوزوم ولارج ريبوزوم. تمام؟ يبقى ايه ده؟ ايه الريبوزومات دي؟ هنفهم لازمه كل الكلام ده، هنفهمه ايه بعد شويه. السمول ريبوزوم دي هتخرج بره
ادي السمول ريبوزوم وادي اللارج ريبوزوم. اذا الريبوزوم ده اتصنع في النيوكليولس ولكن خرج هيشتغل فين؟ في السيتوبلازم. كده احنا عملنا ايه؟ صنعنا ام ار ان اي في النيوكليس وخرج بره، صنعنا تي ار ان اي في النيوكليس وخرج بره في السيتوبلازم، صنعنا ار ار ان اي بس ما خرجش بره معاهم. لا، ده الاربع انواع بتوع كلهم دخلوا جوه النيوكليولس وجالهم من بره 70 نوع من البوليبيبتايدز. ال 70 نوع دول اتحدوا مع الاربع انواع من الار ار ان اي وصنعوا لي سمول ولارج ريبوزوم. الريبوزوم ده بعد ما اتصنع هو اللي خرج بره بقى اهو، ادي السمول ريبوزوم وادي الايه اللارج ريبوزوم. طيب ازاي بقى نصنع البروتين؟ ازاي السمول واللارج والام ار ان اي والتي ار ان اي والحاجات دي كلها تصنع بروتين؟ انت اي بروتينات بتاكلها بتتحول بتتكسر لغايه ما تبقى امينو اسيد في قلب السمول انتست. السمول انتست بيحصل لها عمليه بتعمل عمليه ابسوربشن امتصاص للامينو اسيد دي وتوصل للدم. الدم بينقلها لكل سيل، فالسيل دي هيوصلها حصتها من الامينو اسيد اهي. اشكال بقى كتير. دي مين؟ دي الامينو اسيد الاحماض الامينيه. الامينو اسيد دي المفروض ان هي التي ار ان اي بيجي ياخد الامينو اسيد ومهمته ايه؟ دوره يجي كل واحد يجي يشيل نوع من الامينو اسيد ويبتدي يوديهم لللارج ريبوزوم دي. اللارج ريبوزوم دي مهمتها انها تلحمهم في بعض كده وتصنع السلسله اللي اسمها بولي بيبتايد. كده احنا صنعنا او الخليه صنعت البروتين. يبقى احنا اللي عايزين نعمله عايزين نصنع سلسله البروتين دي. الدرس اللي جاي ده كله او كل البروتين سينز قايم على القصه دي كلها. نعيد بقى من الاول الكلام ده كله تاني عشان نبقى احنا ايه نعرف نبدا كويس. اول حاجه دي بتمثل ايه؟ دي بتمثل السل. السل طبعا بتتكون من فيها سيتوبلازم وفيها نيوكليس وفيها نيوكليولس. اول حاجه الدي ان اي موجود فين؟ جوه النيوكليس. بيبتدي يصنع ام ار ان اي وتي ار ان اي وار ار ان اي. الام ار ان اي والتي ار ان اي اتصنعوا في النيوكليس صحيح ولكن بيخرجوا بره للسيتوبلازم. ادي الام ار ان اي وادي التي ار ان اي كذا نوع. طيب الناقص مين؟ الار ار ان اي. ده ما ده اتصنع في النيوكليس بس مش بيخرج معاهم للسيتوبلازم. لا، ده في منه اربع انواع بيخشوا كلهم النيوكليولس. طيب في نفس الوقت في 70 نوع من البوليبيبتايد اتصنعوا بره وبيخشوا جوه للايه؟ لغايه ما يوصل النيوكليولس. ال 70 نوع مع الاربع انواع من الار ار ان اي بيبتدي يصنعوا لي السمول واللارج ريبوزوم. السمول واللارج دول بعد ما اتصنعوا يخرجوا بره اهو للسيتوبلازم. ادي السمول وادي اللارج وادي الام ار ان اي والتي ار ان اي. طيب ايه دي بقى؟ الاحماض الامينيه البروتينات اللي انت بتاكلها بعد ما بتتكسر الامينو اسيد بتوصل لكل خليه. ادي الامينو اسيد اهي بس متبعتره في السل. مهمه التي ار ان اي ان يروح يجيب الامينو اسيد من السيتوبلازم ويوديه لغايه الريبوزوم فالريبوزوم يلحمه في بعضه. واحد يقول لي طب السمول لازمتها ايه؟ السمول دي هي اللي بتبدا عمليه تصنيع البروتين. يبقى اول حاجه السمول بتبدا عمليه التصنيع. طيب مين اللي هيني الامينو اسيد واحد ورا الثاني؟ التي ار ان اي هتنقلهم من السيتوبلازم للريبوزوم. مين اللي هيلحمهم في بعض؟ اللارج ريبوزوم هتلحمهم في بعض وتكون بينهم بيبتايد بوند وتصنع السلسله دي. طب امال الام ار ان اي لازمته ايه؟ لازمته بيحدد ترتيب الامينو اسيد مين اللي عليه الدور يجي؟ انهي امينو اسيد اللي يجي؟ انهي واحد فيهم اللي يجي؟ فتحدد تصنيع نوع البروتين اللي هيتصنع على حسب الترتيب على الام ار ان اي زي ما هنشوف بعد كده. تمام؟ نتنقل لنقطه ثانيه. في الدرس دوت عايزين نفهم حاجه برضو ان احنا عايزين نعمل عمليتين. هنشرح حاجه كده. احنا عندنا الدي ان ايه ممكن يعمل لك كده صنع منه ار ان ايه وبعدين صنع منه بروتين وممكن اعمل لك كده. لو عملت لك مثلا البروسيس دي ايه والبروسيس دي بي والبروسيس دي سي وسالتك البروسيس دي ايه، الدي ان ايه لما يعمل نفسه اسمها ايه؟ اسمها ريبليكيشن. اسمها ريبليكيشن مهمه جدا. الدي ان اي بقى احنا عايزين نحوله الار ان اي. دي العمليه لسه هنشرحها. الدي ان اي نحول ار ان اي والعمليه دي اسمها ترانسكريبشن. ترانسكريبشن. السي بقى اسمها ايه؟ ترانسليشن. اسمها ايه؟ ترانسليشن. انا عندي ترانسكريبشن وعندي ترانسليشن. طيب احنا بقى عايزين نشرح واحد واحد. نشرح دلوقتي يعني ايه ترانسليشن ترانسكريبشن ويعني ايه ترانسليشن. تمام؟ العمليتين دول مهمين جدا جدا عشان نفهمهم. نكمل مع بعض. بنبدا دلوقتي في الام ار ان اي ازاي بتصنع. بيقول لك عندنا عمليه اسمها ترانسكريبشن في ام ار ان اي. زي ما شفنا دلوقتي هي العمليه اللي فيها ايه؟ نيوكليوتايد معينه موجوده على الدي ان اي نيوكليوتايد هنا في الدي ان اي نيوكليوتايدز في الدي ان اي عايز احولها ليه؟
الكومبلمنتري بتاعها، الكومبلمنتري بتاعها بس فين؟ في الام ار ان اي اهو. بروسيس باي ويتش بارتيكولر يعني سبيسيفيك سيكونس من نيوكليوتايد فين؟ في الدي ان اي، اللي بيحصلها از ترانسكريبت او ترانسكرايبد الكومبلمنتري سيكونس اوف نيوكليوتايد بس فين؟ في الام ار، يعني سيكونس معينه على الدي ان اي عايز احولها للمكمل بتاعها على الام ار ان اي. طيب مين اللي هيعمل كده؟ اللي هيعمل كده انزيم عندنا اسمه الار ان اي بوليميريز. تعال نشرح مع بعض قبل ما نقرا الكلام ده، نشوف الكلام ده هيتعمل ازاي. طيب مبدئيا كده اهو احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نحول الدي ان اي نيوكليوتيد معين للام ار ان اي. العمليه دي اسمها ايه؟ اسمها ترانسكريبشن. اسمها ايه؟ ترانسكريبشن. نيوكليوتيد معين هنا عايزين نحولها للمكمل بتاعها هنا. مين الانزيم اللي هيعمل ده؟ اول حاجه الانزيم اللي هيعمل كده لازم ابقى عارفه، هو اسمه ار ان اي بوليميريز. اسمه ايه؟ ار ان اي بوليميريز. طيب الار ان اي بوليميريز ده هينسخ شريط واحد الدي ان اي، بيكون شريطين معروف. والام ار ان اي اللي بتصنع هنعرف بعد شويه ان هو ايه، احنا ان هو ايه شريط واحد. انهي شريط في دول هيتنسخ؟ الشريط ده ولا ده؟ قال لك اللي فيه العلامه. لو فرضنا ان فيه هنا علامه، هنا العلامه دي هنعرف اسمها، اسمها البروموتور. اللي فيه الايه؟ البروموتور. يعني لو لقى البروموتور موجود هنا ينسخ الشريط ده، لو لقى البروموتور موجود فوق ينسخ الشريط اللي فوق. يبقى بيمسك ايه؟ بينسخ انهي شريط؟ اللي فيه البروموتور. يبقى نتكلم عن البروموتور. ايه البروموتور؟ دي سيكونس معينه من النيوكليوتيدز موجوده فين؟ على وان ستراند من الدي ان اي، بيمسك فيها الار ان اي بوليميريز ويبدا النسخ. تمام؟ طيب كمل كلامنا. ازاي بقى بينسخ؟ بيقول لك ان الار ان اي بوليميريز ده، النقطه الثالثه، الار ان اي بوليميريز هيعمل ايه؟ عنده الحروف الار ان اي بوليميريز، ار ان اي بوليميريز، هنشوف دلوقتي ان هو عنده الحروف A و U و C و G. تمام؟ بيشتغل على الدي ان اي من 3 ل 5، لازم يدي يشتغل هيكون من كام لكام؟ هذا 5، فيعمل ام ار ان اي من 5 ل 3. تمام؟ طب تعال نشوف هيعمل ايه؟ ادي دي ان اي اهو. مثلا لو انا كتبت لك اكزامبل كده، دي ان اي اوله 3 واخره 5. هنا مثلا تي اي سي جي سي تي اي تي جي، مثلا اي تي تي، يعني نبتدي ننسخ كده اهو. ده دي ان هيجي بقى الار ان اي بوليميريز يعمل ايه؟ ينسخ الشريط ده. ينسخه ازاي؟ هو معاه الحروف دي اي يو سي جي، يبتدي ده 3 يبقى يعملهم من 5 لايه؟ ل 3. لا تي يحط لها ايه؟ لا اي يحط يو، لا سي يحط جي، جي تبقى سي، سي تبقى جي، التي تبقى اي، الاي تبقى يو، التي تبقى اي، جي تبقى سي، الاي تبقى يو، تي تبقى اي، تي تبقى اي، وهكذا. كده صنع الام ار ان اي. لو تلاحظوا ان الدي ان اي كان من 3 ل 5، فهو عمل ام ار ان اي من 5 ل 3 زي ما قلنا في الشرح فوق، ان هو معاه الحروف دي بيشتغل على الدي ان اي من 3 ل 5 بيعمل ام ار ان اي من 5 ل 3. واحد يقول لي طب افرض يا مستر الدي ان اي اللي كان مديهولنا كان من 5 ل 3. خلي بالك اهو، لو انا مديك دلوقتي دي ان اي بس اوله 5 واخره 3 اهو، تعمل مثلا كان اوله اي جي سي تي جي سي مثلا كده. تمام؟ نعمل ايه؟ نبتدي نحول الدي ان اي ده، قلت مثلا حرف تاني ولا حاجه مشكله. الدي ان اي ده ما ينفعش اجيب منه ام ار ان اي، لازم احوله للكومبلمنتري دي ان اي الاول، اجيب الكومبلمنتري بتاعه الدي ان اي الاول، اللي هو هيبقى 3 هنا تبقى تي سي جي اي سي جي سي 5. كده جبت الدي ان اي من 3 لايه؟ ده دي ان اي. احول بقى ده لمين؟ للام ار ان اي اللي هو ام ار ان اي اللي هو من 5 لايه؟ ل 3. ازاي؟ اشوف دي تي احط لها هنا اي، سي تبقى جي، جي تبقى سي، اي تبقى يو، سي تبقى جي، جي تبقى سي، سي تبقى جي اهو. كده يبقى ده الام ار ان اي اللي صح. ليه؟ عشان لازم الام ار ان اي يبقى اوله 5 واخره 3. كده ايه اللي اتعلمته هنا؟ اتعلمت العمليه الترانسكريبشن بتاعت الام ار ان اي، هي العمليه اللي بحول فيها سيكونس معينه من النيوكليوتيد في الدي ان اي للمكمل بتاعها فين؟ في الام ار ان اي. اتعلمت ان الانزيم اللي بيعمل كده اسمه ار ان اي بوليميريز، وان هو بينسخ بيمسك في سيكونس معينه من النيوكليوتيد اسمها البروموتور. ايه البروموتور؟ دي دي ان اي سيكونس او نيوكليوتيد سيكونس بيمسك فيها الار ان اي بوليميريز عشان يبدا عمليه الترانسكريبشن. طب تعال نشوف ازاي الام ار ان اي بيتصنع. بيقول لك الاول التو ستراند من الدي ان اي لو هم هيليكس كده بشكل هيليكس، يبتدي الهيليكس ده يتفك،
ويبدا بقى عمليه اليسار نيوكليز يبتدي يتحرك على التو ستراند يعمل ايه؟ يحط كومبلمنتري نيوكليز هم الاي جي سي يو 1 باي 1 تمام للايه الار ان اي. هو بيشتغل على 3 ل 5 على مين؟ الدي ان يكون من كام لكام؟ 3 ل 5 عشان يعمل هو الار ان اي من كام لكام؟ من 5 ل 3. واحد يقول لي طيب هو في فرق بين عمليه الريبليكيشن وعمليه الترانسكريبشن؟ اه طبعا الريبليكيشن بتحصل لكل الدي ان اي، كل الدي ان اي بيحصل له ريبليكيشن، اما الترانسكريبشن بتحصل لحته معينه. يعني ايه حته معينه؟ يعني الدي ان اي اهو مثلا الحته دي هتعمل ام ار ان اي، الحته دي هتعمل تي ار ان اي، الحته دي هتعمل ار ار ان اي. يبقى هل كل الترانسكريبشن حصلت للدي ان اي كله ولا حته معينه؟ حته معينه. يبقى الدي ان اي بيحصل لكل الدي ان اي، اما الار ان اي بيحصل لحته معينه. طيب الانزيمز اللي هنا كاد هيليكيز وبوليمريز ولاجيز، الانزيم اللي هنا اللي اشتغل الاساسي والار ان اي بوليمريز تمام. طيب هنا كمان الريبليكيشن بتتم عن طريق الحروف اي تي سي جي، هنا اي يو سي جي، يعني هنا الاي بتمسك مع التي، لا هنا الاي بتمسك مع اليو تمام. طيب ما ننساش ان العمليتين دول كلهم بيتموا للدي ان اي، فبيتموا جوه النيوكليس، جوه النيوكليس عمليه الريبليكيشن او ترانسكريبشن الاثنين بيحصلوا جوه النيوكليس. طيب هنا بيقول لك بيفكرك بحاجه ان الدي ان اي دوت عباره عن دبل ستراند زي ما قلنا، دبل ستراند اهو. اي سيكشن المفروض يقول اي ستراند، الصراحه اي ستراند من الدي ان اي كود بي ترانسكريبت ان ديفرنت ار ان اي موليكيول، ممكن انسخه ل ار ان اي مختلف عن الثاني طبعا وهيكون مكمل لبعض، بات اكشوالي ان براكتس، لكن في الحقيقه اللي بيحصل ان واحد بس فيهم هو اللي ايه ترانسكريب طبعا، اني فيهم اللي فيه البروموتور. وضع البروموتور بيحدد اني ستراند اللي هيحصل له ايه ترانسكريبشن. ما احنا قلنا لو البروموتر موجود هنا يبقى ده اللي هيتنسخ تمام، لو موجود الناحيه الثانيه يبقى الثاني هو اللي هيتنسخ اهو، لانه البروموتور ريدز كوركتلي اونلي اون ذات ستراند او على وان ستراند ادق، لان البروموتر بيتقري على شريط واحد بس تمام. نروح نشوف جزئيه ثانيه، الام ار ان اي لما هيتصنع هيبقى شكله عامل ازاي؟ اهو يعني نرسمه مع بعض عشان علينا رسم. الام ار ان اي لما بيترسم في الاول جزء هنا اسمه رايبوزومال بايندينج سايت، رايبوزومال بايندينج سايت، مكان اتصال الريبوزوم، اسمه رايبوزومال بايندينج سايت يعني مكان اتصال الريبوزوم عشان نبدا خطوه تصنيع البروتين او البروتين سينثيس. هنا في ثلاث حروف لازم يكونوا في اول الام ار ان اي، اي يو جي، دول ثابتين، وكل ثلاث حروف مع بعض بيسموهم كلمه كودون، يعني اقول لك كودون تفهم انه ثلاث حروف على الام ار ان اي، عشان كده هنسميه ده ستارت كودون. طيب في الاخر بيكون في حروف معينه، ثلاث حروف معينه اسمهم ستوب كودون، ستوب كودون، اخر ثلاث حروف بنسميهم ستوب ايه؟ كودون، ودول هنعرفهم قدام شويه اللي هم ياج وياجا ويا، يو اي جي ويو جي اي ويو اي اي، يبقى يو اي جي ويو جي اي ويو اي، ياج وياجا ويا. طيب اخر حاجه هنا في الليمه لازم تكون تيل كده من عديد الادينين او بولي ادينين تيل، اي اي اي، وده اسمه بولي ادينين تيل او ساعات بيسموه بولي اي تمام. طيب كده عرفنا رسمه الام ار ان اي اهو، اوله رايبوزومال بايندنج سايت، مين اسمه ده؟ بيمسك مين؟ بيمسك في الريبوزوم تمام، سواء اسمه لارج عشان يبدا خطوه الايه تصنيع البروتين تمام. طيب الستارت كودون اكيد عشان يبدا البروتين سينسز، الستوب كودون برضو بينهي البروتين، ده بينهي البروتين سينسز. البولي ادينين تيل ده لازمته ايه؟ احنا خدنا من شويه انه الام ار ان اي بيتصنع هنا وبعدين يخرج بره في السيتوبلازم، يعني هو بيتصنع من الدي ان اي هنا وبعدين الام ار ان اي بيخرج بره للسيتوبلازم. قال لك اه ممكن بقى هنا الانزيمز اللي موجوده في السيتوبلازم تدمر الام ار ان اي ده، تدمره. طيب فوظيفه التيل ده انه بيحمي الام ار ان اي من ان هو يتكسر بالانزيمات اللي موجوده في السيتوبلازم تمام. تعال نشوف الكلام ده مكتوب ازاي، اهو ادي الام ار ان اي اهو، رايبوزومال بايندنج سايت، ده الستارت كودون، ده الستوب كودون، الايه طبعا المربعات الكتير دي مش مهمه، نرسمه زي ما احنا رسمناه دلوقتي. اول حاجه رايبوزومال بايندنج سايت، الجزء اللي في الاول ده اول ام ار ان اي، ده ايه ات ذا بيجنج، ده المكان بتاعه ات ذا بيجنج اوف ام ار ان اي. طيب عباره عن ايه؟ سيكونس من النيوكليوتايد، هو الجزء ده. طيب ده بيمسك في ايه؟ من اسمه يمسك في رايبوزوم عشان يبدا خطوه الترانسليشن، بس لازم لما يبدا يكون اول كودون عندي هو مين؟ الاي يو جي. طب ايه اللي يحصل لو الاي جي مش موجود؟ عمر البروتين سينسز ما هتبدا. طب ايه اللي يحصل لو الريبوزومال بايندنج سايت مش موجود؟ برضه عمر البروتين سينسز ما هتبدا. نروح ليه في الاخر خالص، طبعا الستارت كود انا سالك على اهميتها،
ستارت بروتين سينس والستوب كودنج بتنهي البروتين سينس، وهنعرف لها برضو ايه ادق من كده في اخر الايه الجزء ده. البولي ادينين تيل، التيل دوت اسمه بولي ايه، ده في نهايه الام ار ان ايه، بيتكون من 200 ادينين ريسيديوس، بواقي ادينين. يعني ايه بواقي ادينين؟ المفروض الادينين نيوكليوتايد عباره عن فوسفيت ماسكه في شوجر ماسكه في نيتروجين بيز ادينين، عباره عن ثلاث حاجات، فوسفيت وشوجر ونيتروجين بيز. تمام، المجموعات دي عندنا هي عباره عن ايه؟ عباره عن فوسفيت، عباره عن شوجر وادينين فقط، مفيش فوسفيت. كلمه ريزيديوز يعني نو فوسفيت جروب، مفيش فوسفيت ايه جروب. مهم اول معلومه دي، يبقى يعني ايه ادينين ريزيديوز؟ يعني مفيهاش فوسفيت جروب، كلهم عباره عن شوجر وادينين، شوجر ماسك في ادينين، شوجر ماسك في ايه في ادينين. كل الايه التيل ده عباره عن شوجر ماسك في ادينين، فبيسموه ادينين ريزيديوز اللي هي بواقي النيوكليوتايد. تمام، عشان كده الانزيمات لو ما بتتعرفش عليها يعني فبتحمي الامين الميرنا من اللي هي او الام ار ان ان هو يكسر بالانزيمات الموجوده في السيتوبلازم اهو. يبقى التيل بروتكتس ام ار ان فروم بريكنج داون باي انزيم السيتوبلازم زي ما قلنا. طيب هو اما ام ار ان ايه اللي جابه في السيتوبلازم؟ احنا قلنا بتصنع في النيوكليس ويخرج للسيتوبلازم، فممكن الانزيمات تكسره، فالتيل ده مهمته انه يحميه من ان هو يكسر بالانزيمات. يجي لك يقول لك في وات هابن، بيجي هنا ايه اللي يحصل لو مجموعه الفوسفيت اتضافت للتيل ده؟ واحد يقول لي هو ده ما فيهوش فوسفيت، ما احنا اتفقنا ريزيديوس يعني ما فيهوش فوسفيت. لو ضفنا له مجموعه الفوسفيت معناه ان هو هيبقى نيوكليوتيد عاديه جدا، فالانزيم هيتعرف عليه وتكسره، يبقى هتعكس الفانكشن، هتقول ات ويل بي بروكن داون باي انزيمز ان السيتوبلازم. طب تعال نشوف ايه الفرق بين عمليه ترانسكريبشن في البرو وفي الايو كاريوتس. طيب احنا في الايو كاريوتس احنا لسه دلوقتي شرحنا تقريبا، بس ممكن نرجعها بسرعه. دلوقتي ترانسكريبشن في الايو كاريوت، اول حاجه لازم تعرف ان عندي احنا قلنا في ام ار ان اي وتي ار ان اي ار ان اي، فعندك ثلاث انواع من الار ان اي بوليمريز بيعملوا ايه؟ ثلاث انواع من الار ان اي، واحد الام ار ان اي، واحد التي ار ان اي، واحد الار ار ان اي. دلوقتي عندي كام نوع من الار ان اي بوليمريز؟ ثلاثه. طيب زي ما اخذنا في الرسمه انه الام ار ان اي بيتصنع في النيوكليس، ولما يخلص خالص يطلع بره السيتوبلازم عشان يصنع البروتين. اذا تصنيع الام ار ان اي تم، الترانسكريبشن اللي هي تصنيع الام ار ان اي تمت في النيوكليس، اما البروتين سين تمت فين؟ في السيتوبلازم. فكتب لك الام ار ان اي بيفضل في النيوكليس اهو لغايه ما يبقى ماتيور، لغايه ما الترانسكريبشن تخلص يعني اللي هو تصنيعه يخلص. وبعدين الام ار ان اي بعد كده تخرج بره السيتوبلازم عن طريق طبعا الفتحات اللي في النيوكليس ميمبرين، وتبدا خطوه الترانسليشن اللي هي تصنيع الايه؟ البروتين. اذا عمر الخطوتين ما هيبداوا مع بعض، الترانسكريبشن تبدا الاول ولما تخلص الام ار ان اي يخرج بره السيتوبلازم ونبدا خطوه الترانسليشن او تصنيع البروتين. عشان كده كتب لك ايه؟ ان الترانسليشن بتبدا فعلا بس بعد ما يكون الترانسكريبشن ايه؟ خلصت تماما. طب الناحيه الثانيه لا، البكتيريا مثلا اللي هي البروكاريوت دي، الايوكاريوتس اللي هم حقيقيات النواه الكائنات المتطوره زينا احنا اللي عندهم نيوكليس حقيقيه، البروكاريوت البدائيات اللي هم ما عندهمش نيوكليس زي البكتيريا والحاجات دي. طيب البكتيريا الوضع مختلف عندها شويه، يعني الخليه كده تمام، الدي ان بتاعها اهو، الحته دي مثلا اتصنعت اهي ودي لسه شغاله، هي عمليه ترانسكريبشن كده لسه شغاله. يعني ايه؟ يعني لسه شغاله، يعني الام ار ان اي اتصنع منه جزئيه بس لسه عمليه ترانسكريبشن شغاله، لسه ما خلصش خالص. ايه اللي يحصل؟ الحته دي اللي اتصنعت تمسك في السمول ريبوزوم وتبدا خطوه البروتين، يعني البروتين بدا اهو مع ان لسه عمليه تصنيع الام ار ان اي او ترانسكريبشن لسه شغاله. فكتب لك ايه؟ ان الريبوزوم ممكن يمسك في الريبوزوم البايندنج سايت بتاعه، الريبوزوم يمسك في مكانه اللي هنا ويبدا خطوه ترانسليشن وتصنيع البروتين، مع ان الاذر اند لسه الناحيه الثانيه بتاعت الام ار ان اي از ستيل بينج ترانسكريب، لسه بيحصل لها عمليه ترانسكريبشن. وده عك ليه؟ لان العمليات هنا ما فيش نيوكليس بقى في البكتيريا دي، فكل حاجه بتتم في السيتوبلازم. تمام، يعني احنا هنا الناحيه الثانيه كانت ترانسكريبشن في النيوكليس والترانسليشن بيتم في السيتوبلازم، لا هنا كله ترانسكريبشن وترانسليشن بيتموا في قلب السيتوبلازم. فقال لك ايه تحت الملخص؟ ان الترانسليشن بتبدا بس ايه، والترانسكريبشن لسه شغاله، والترانسكريبشن كانت لسه ايه كونتينيو مستمره. تمام، طيب ما انساش ان هنا الثلاث انواع في حاله البكتيريا، عندي ار ان اي بيمريز واحد بس بيعمل ام ار ان اي وتي ار ان اي وار ان اي، هو واحد بس بيعمل الايه الثلاثه. برضه في حاجه نخلي بالنا هنا، لو قال لك كم عدد البوليميريز انزيم في البروكاريوت، تعال نراجع مع بعض الحته دي كتابه عشان ايه برضو ما تفوش حاجه توك. البوليميريز تعال نشوف في البوليميريز، لو سالك احنا هنا في البكتيريا عندنا دي ان ايه بوليميريز
وعندنا كمان ايه ار ان ايه بوليميريز بعدهم كام؟ اتنين. طيب ار ان ايه واحد ده واحد وده واحد بعدهم اتنين. طيب كم عدد الار ان ايه بوليميريز؟ احنا قلنا الار ان ايه بوليميريز هو برضو ايه عدده كان واحد بس صح كده، ده في حاله الايه البروكاريوت. طب نروح للايوكاريوت، عدد البوليميريز انزيم فيهم كام؟ البوليميريز احنا عندنا ايه دي ان ايه بوليميريز صح، وعندنا 3 ار ان ايه بوليميريز، يبقى كده عددهم كام؟ عددهم 4، هنا كان 2 بس. طيب لو قال لك على عدد الار ان ايه بوليميريز بس، احنا لسه قايلين دلوقتي على الار ان ايه بوليميريز بس عددهم كام؟ 3. هنا واحد بس ده واحد وده واحد تمام، اهو الار ان ايه بوليميريز هنا واحد لكن هنا 3، الدي ان ايه بوليميريز هنا واحد وهنا دي ان ايه بوليميريز ايه واحد اهو، يبقى هنا احنا عندنا دي ان ايه بوليميريز واحد بس عندنا كام ار ان ايه بوليميريز؟ 3، يبقى عددهم كلهم كام؟ 4. هنا في البكتيريا بوليميريز عدوا واحد والار ان ايه بوليميريز عدوا ايه؟ واحد، يبقى عددهم كام كلهم؟ 2 تمام؟ ما ننساش المعلومه دي. لو سالك على وظيفه الام ار ان ايه، الام ار ان ايه هو كان كود على الدي ان ايه، مش هو اصلا مصنوع من الدي ان ايه؟ مش احنا لما رسمنا الدايره دي كل شويه نرسمها اهو الدي ان ايه اهو، كان حروف على الدي ان ايه بتتحول للمكمل بتاعها على الام ار ان ايه. اذا الام ار ان ايه دوت ايه كان كود او حروف على الدي ان ايه، مالها بقى؟ اهو هي اتنقلت من الدي ان ايه راحت لمين؟ طلعت بره لمين؟ للريبوزوم، المكان اللي فيه ريبوزوم. ليه؟ عشان يحصل لها ترانسليشن للمكمل بتاعها منين؟ من الامينو اسيد عشان تكون بوليبيبتايدز تمام؟ او زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا الدي ان ايه النيوكليوتايد اللي على الدي ان ايه الملخص بعد الحته دي بنحولها للكومبلمنتري بتاعها فين؟ في الام ار ان ايه. طيب بعدين دي بتروح لمين؟ بتروح للريبوزوم، جو تو ريبوزوم. ليه عم؟ عشان تتحول لسيكونس من الامينو اسيدز فين يا عم؟ في البولي بيبتايد تشين اللي بتصنع. يبقى تاني يبقى الدي ان ايه عندي كتاد على الدي ان ايه بتتحول للمكمل بتاعها من الام ار ان ايه، والعمليه دي سميناها ترانسكريبشن لو انتوا فاكرين، دي اسمها ترانسكريبشن. وبعدين دي هتروح للريبوزوم عشان تتحول للسيكونس من الامينو اسيد فين؟ في البولي بيبتايد تشين تمام. هو ده وظيفه الام ار ان ايه اهو، ان هو بيكون بياخد بينقل الكود بتاع الدي ان ايه ويروح بيه للريبوزوم عشان يترجم لامينو اسيد عشان تكون ايه بروتين تمام. مع بعض نكمل.